سخنة وننزل عليهم ببصلية مبشورة. ودلوقتي هننزل على الفراخ ديت بشوية أوريجانو اللي هو البردقوش اللي موجود عند العطار ده، عندنا في مهنتنا اسمه الأوريجانو. وبعدين هننزل بشوية لوز مقشر، شوية زبيب، وبعدين عندي معلقة قرفة جنشة كده، الجنزبيل الساحر، وهنديها تقليبة. وبعدين هنزل على كل ده بشوية عصير ليمون، وقبل ما الليمون يغلي ويمرر هنزل عليه بمعلقة صلصة بوليه. وبعدين اللحمة المفرومة، هنضيف بقى الرز، نحط معلقة ملح، الفلفل الأبيض، شوية فلفل أسود، شوية بهارات لحمة، نديها بقى التقليبة التمام، الرز مستوي وكل ده هيتقلب. دلوقتي هنفرم بقدونس فرمة ناعمة فرما مبرحا، وهنضيفه على الخليط ده كله. ودلوقتي الفراخ جاهزة زي ما قلتلك، احنا خليناها وطلعنا منها العظم عشان اللفة تبقى اسهل، هنحط عليها بقى ايه، ملح وفلفل. ودلوقتي هننزل بالفرسة ديت كده على كل فرخة، هنعمل لها حشوة بقى. بعد ما هلفها هديها كده واحدة توسبيكس، هنديها بقى رشة زيت زيتون على الجلد كده، على جلد الفراخ من فوق، و بالشكل ده هنحطها في الفرن لمدة 25 دقيقة على 180 درجة.